لو مليتوا من البسكوت والكيك ونفسكوا في حاجة حلوة كده مع كوباية شاي، تعالوا نعمل مع بعض الباستا فلورا أو المبروشة. هنعملها بأسهل طريقة، مكوناتها بسيطة جدا وتقريبا موجودة كده في كل بيت. هقولكوا ازاي كمان تسووها التسوية المثالية، طعمها لذيذ على فكرة، هتعجبكم، ولو جربتوها مرة هتعجب أولادكم وهتكرروها كتير، أنا متأكدة. قبل ما نبتدي وصفتنا ما تنسوش بقى تشجعوني بلايك وشير للفيديو، وتعالوا بينا يلا نبتدي على طول. هنحتاج لوصفتنا النهاردة بيضتين في درجة حرارة المطبخ، يعني نطلعهم من التلاجة قبل ما نستخدمهم ب10 دقايق. ضفنا ليهم 2 باكت من الفانيليا، وهنستخدم كمان نص كوباية من السكر، وهنضيف ليهم كوباية مليانة سواء من الزبدة أو السمنة، أو ميكس بين الزبدة وزيت أو سمنة وزيت. أنا اخترت كوباية ميكس بين السمنة والزيت، السمنة كانت تلتين والزيت كانت تلت. هنقلبهم كويس وندوبهم مع بعض سواء بمضرب يدوي أو في الخلاط أو بأي حاجة متوفرة عندكم، المهم إن احنا لازم ندوبهم كويس مع بعض وما يبقوش مفصولين، يعني يبقوا كده متجانسين مع بعض، يعني القوام يبقى فاتح والسكر دايب والدنيا كده زي الفل. هو ده القوام اللي انا بتكلم عنه. خلاص كده المكونات السائلة بقت جاهزة معانا، دلوقتي هنضيف المكونات الجافة. هنستخدم 3 كوبايات من الدقيق، انا ضفت 3 كوبايات ناقصين ملعقة لاني انا غيرت نوع الدقيق المرة دي، فكنت خايفة طبعا لحسن يخلف معايا في المقادير. ضفت كمان باكت من البيكنج باودر يعني 16 جرام، الباكت ده صغير، لو هتستخدموا كيك شيف يبقى هتستخدموا ملعقة مليانة، هيفضل منها نص ملعقة يعني في الكيس، لان كيك شيف 23 جرام. المهم ان احنا هنستخدم ملعقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر او ما يعادل 16 جرام. هنلم الحاجات دي كويس كده بايدينا، والمهم ان احنا هنتعامل معاها كده برفق زي ما بنتعامل مع البسكوت بالظبط، يعني ما تعجنوهاش كتير عشان ما تبقاش قاسية او ناشفة معاكم بعد ما تستوي. بنلم الدقيق وبنعجنها بالراحة كده، وطبعا لو لقيت وقع العجينة ملزقة زي ما حصل معايا دلوقتي هتضيفه يعني ملعقة ملعقة كده بالدقيق، يعني بالتدريج. دايما في اي وصفة بحب اقول لكم ما تضيفوش المكونات الجافة مرة واحدة، خلوا الدقيق جنبكم وضيفوه بالتدريج علشان برضو المقادير ما تهربش منكم. انا ضفت ملعقه ودي تاني واحده، وكمان هضيف ملعقه تالته. انا مغيره نوع الدقيق النهارده، كنت بستخدم الضحى او الكوثر فكانت المقادير بتبقى مظبوطه 3 كوبايات بالتمام، لكن المره دي انا غيرت النوع فيعني احتاج دقيق زياده، فحسب طبعا نوع الدقيق اللي بتستخدموه. بصوا انا شكلت بسكوته كده بين ايديا فكانت بالشكل ده، العجينه خلاص بقت زي الفل وما بتلزقش كده ومتماسكه. هقسم العجينه دي تلتين وتلت. ودلوقتي هنجيب الصينية اللي احنا هنستخدمها، الصينية دي مقاس 30، وبندهنها دهنة حلوة كده بالسمنة، وادهنوا برضو الحواف علشان يبقى لونها جميل بعد التسوية. ودلوقتي هناخد تلتين العجينة وهنركن التلت التاني كده على جنب، بعدين هنشكل بيه برضو. هنفرد العجينة زي ما انتوا شايفين كده بالراحة في الصينية، وافردوها كويس وخلوها كلها بنفس المستوى، يعني خلوها كلها بنفس الارتفاع. طبعا انا ببططها بايديا وبشوف الارتفاع لازم يكون كله قد بعضه، والحواف برضو بنغلفها وبتبقى الجناب عالية كده زي ما انتوا شايفين، يعني لازم تكون الاحرف دي بالشكل ده. بعدين هديها كام تغريزة علشان ما تقبش معايا بعد ما تستوي في الفرن. ودلوقتي هنحشيها في النص كده بأي نوع مربى انتوا بتحبوه، انا هحشيها بمربى التين، المربى دي على فكرة انا عاملاها معاكم من اكتر من سنة، ممكن تحشوها بمربى فراولة او مربى مشمش هتكون احلى واحلى على فكرة، يعني غالبا انا بحب احشيها دايما بمربى الفراولة، بس حبيت اغير معاكم المرة دي لان المرة اللي فاتت انا عملتها معاكم بالفراولة. هاخد باقي التلت بتاع العجينة اللي كان فاضل، ويدوب كده رشيت شوية دي صغيرين على الرخام عشان متمسكش فيها، وببتدي افردها. بصوا بقى انا حسيت ان هي ملزقة شوية وهتتقطع معايا، فحطيت عليها ملعقة دقيق وعجنتها كويس. انا بحب اقولكوا كل التريكات وكل الحاجات اللي بتحصل معايا دي علشان لو حصلت معاكوا تعرفوا تتصرفوا انتوا. برضو برش عليها رش دقيق فوق وتحت علشان متمسكش في المردانة. وبعدين هنقطعها شرايط بالشكل ده، قطعوها بالراحة. انا عملت غلطه ان انا عملت الدايره دي قصيره، المفروض كانت تبقى اطول من كده علشان الصينيه بتاعتي مقاس 30، فهتبقى الشرايط قصيره فيها بعد ما نرصها فيها، يعني انا اكتشفت الموضوع ده بعدين. بصوا لما حطيت الشرايط اكتشفت ان هي قصيره، بس ما فيش اي مشكله. بصوا انا عملت ايه، يعني اخدت عجينه تاني وشكلتها ووصلتهم بيها عادي جدا، يعني انا بحب دايما اقول لكم على كل الثغرات اللي بتحصل معايا دي عشان تتصرفوا ما تحتسوش. عملت شرايط بالطول وبعدين عملت شرايط
الشرايط بالعرض بنفس الشكل كده، وخلاص كده بقت زي الفل وجاهزة معانا على التسوية. خلوا بالكم بقى من التسوية، بندخلها على فرن ساخن. انا كنت مولعة 10 دقايق قبل ما ادخل فيه الصينية. هتعامل معاها نفس تعامل البسكوت، هدخلها اول 10 دقايق على درجة حرارة 180، وانا بحب اسويها على تالت رف في الفرن اللي هو اعلى رف اللي هو تحت الشواية، علشان ما تاخدش لون جامد من تحت، تاخد لون ذهبي جميل خفيف. المهم هخليها في الفرن اول 10 دقايق زي ما اتفقنا على 180، بعد كده هوطي درجة الحرارة على 160 واسيبها تستوي براحتها. انا بحطها في الفرن على صينية مقلوبة بالشكل ده، الصينية دي صينية صغيرة، صينية بسبوسة، بقلبها بالشكل ده واحطها على الرف، واحط فوقها الصينية دي، لان الصينية دي جرانيت، فالجرانيت من الحاجات اللي ممكن تاخد لون غامق بسرعة لان هي مش سميكة، عارفين لو ألمونيوم ما كنتش عملت الحركة دي معاها، فخلوا بالكم من النقطة دي، حبيت يعني أفيدكم بيها. بعدين هستنى لما تهدى الباستا فلورا، مش هنقطعها وهي سخنة. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، يعني الحشوة مع لون العجينة الجميل ده مع الأحرف الذهبية دي شكلها رائع. عايزة أقولكم لما خرجت من الفرن ريحتها كانت رهيبة، ريحتها كده مفحفحة وتفتح النفس. بصوا بقى الطعامة والحلاوة والجمال، أنا متأكدة إن انتوا لو جربتوها مرة هتعجبكم وتكرروها تاني كتير. التسوية من تحت كانت مثالية جدا، بصوا بقى بتبقى مقرمشة كده من بره زي البسكوتة، ومن جوه بتكون جميلة يعني هشة كده. شايفين الطعمة والحلاوة والجمال؟ يا رب وصفتنا النهاردة تكون نالت رضاكم، وهستنى اشوف رأيكم في الكومنتات، ده اساسي، بحب جدا اشوف رأيكم في كل وصفة بنزلها. لو وصلتوا لغاية هنا بشكركم من كل قلبي على متابعتكم الجميلة، يا رب وصفتنا تكون عجبتكم وافادتكم. ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك وشير للفيديو، بكرة بإذن الله نتقابل تاني مع وصفة جديدة على مطبخكم، مطبخ ناهد فاروق، بحبكم جدا جدا.